الكرغولية كانت طالعة معايا في الليف، وهي تقول لي حنايا التبون تيعطينا 700 درهم في الشهر ديال الشومار، زعما 70 اورو اللي هي عندهم واقيلا شي مليون ونص. وانا نجاوبها قلت لها فاش خبارك ان عندنا كتاكل خنشة ديال النخالة في السيمانة اللي دايره 150 درهم اللي هي 15 اورو، دونك غير كساب في المغرب الا كان عنده 100 نعجه راه يقدر يعيش بها 100 جزائريه. ما تنذكرش فيها الشعب الجزائري، ولكن تنجاوب على العملاء نتاع الكبرانات، راه النعجه في بلادنا عايشه اغلى منكم ها الشريف. الله يرضي عليك، ميساج عميق جدا. واخا ما يفهموش الجزائريين نتوما عارفين علاش، ولكن هذا احسن رد على هذوك اللي فرحانين بفلوس الشوماج. بنادم بيطالي وفرحان، هذه اول مره كنشوفها. المهم اود خالي، اليوم انا فرحان بزاف. فرحان علاش؟ لان واحد الرجال بدا الحق ديالهم كيتسمع اليوم في مكتب امم متحده، سمعوا المطالب ديال جمهوريه القبائل وسمعوا المطالب ديال رئيس جمهوريه القبائل السي فرحات مهني، اللي اكد بانهم خاص الامم المتحده تاخذ ديهم الحق ديالهم ويستقلوا من الولايه الفرنسيه. وهذا ماشي مطلب ديال الرئيس بوحدو، هذا مطلب ديال ازيد من 12 مليون قبائلي، يعني اكثر من سكان دوله تونس، كيطالبوا الحق ديالهم والاستقلال ديالهم من الولايه الفرنسيه. وباش نشوفوا الامم المتحده بدات كتسامع المطلب ديال القبائليين، هذا ما الا كيخلينا ندعيو مع دوك الناس الله يسهل عليهم والله يفرجها عليهم، لانهم منذ سنوات وسنوات وهما كيتقاتلوا باش يستقلوا من الولايه الفرنسيه، وما ضاع حق وراءه طالب، لدرجه ان ممثل الولايه الفرنسيه بدا غير كيتلوى ما لقى باش يجاوب، وهذا في حد ذاته كياكد بان المطلب ديال القبائليين حق ولازم ينالوه ان شاء الله. فنسمعوا لهذه المداخله ديال السيد فرحات مهني وممثل الولايه الفرنسيه. الحركة من أجل تقرير القبائل لمصيرها منطقة، أرجو منكم أن تلزموا الصمت، ومن يريد المحادثات التحادث فليتحدث خارج القاعة. حركة من أجل تقرير المصير. السيد الرئيس، السادة المندوبون للشعوب والأقليات، كابن لمنطقة القبائل، نحن يقال أننا من الأقليات حتى وإن كان عددنا 12 مليون شخص في الجزائر، ونحن سعينا إلى التعديل والإصلاح هذا البلد من أجل الحاكمة الرشيدة، لكن للأسف لم يحدث مثل ذلك، ومنطقة القبائل تعيش تحت الحكم العسكري وكافة الحريات معلقة، والجميع يعيش والخوف في داخله من التوقيف والتعذيب. ومنذ عام 2021 كل أبناء القبائل يعتبرون جماعة من الإرهابيين، وهناك إبادة تطالهم وتتواصل تباعا، وهؤلاء يدفنون أحياء ويتهمون بأنهم مجرمين. وكم من قبائلي بريء حكم عليه بالإعدام، وآلاف في عمليات التوقيف والتعذيب طالت أكثر، وهناك أكثر من 100,000 قبيل من أبناء القبائل في السجن، واستغلال الثروات الطبيعية مبرمج في ثدى حمزان في المنجم للزنك في مدينة أصبحت عسكرية، وفي قرب منطقة بوجي ومقيس في بجاية على المتوسط. اسمحوا لي أن أنهي بياني في الوقت الذي يعيش فيه السجناء والمحكومون بالإعدام، ويحول النظام الجزائري يحرم هؤلاء من الإعراب عن آلامهم، ونعمل من أجل تقرير المصير. أرجو توقيف الفيديو. الرجاء الامتناع عن التصويت، عن التصفيق في القاعة، هناك نقطة نظام. الممثلية الدائمة للجزائر، طلبنا نقطة نظام اتساقا وطلبكم في مداخلتكم الافتتاحية، تكراركم مرارا بضرورة التركيز في المداخلات على الموضوع محل نقاش من جهة،
واستخدام مصطلحات الأمم المتحدة من جهة أخرى. هذا المحفل الأممي التعاوني يجب أن يبقى منبرا للحوار البناء، وأن لا يشغل يستغل أو يساء استخدامه للتهجم على البلدان وقيمها وسياساتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الترابية وفق ما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبالتالي نشدد من جديد على ضرورة التقيد بالمصطلحات وتسميات الأمم المتحدة. لذلك نطلب منكم بأن يمتنع فورا عن استخدام هذه المصطلحات وهذه المزاعم الانفصالية الواهية، والامتناع عن تسييس المنتدى بما يبعدنا عن أهدافه الحقيقية. عبد المجيد راجل الزهرة من اللي غادي يسمع هذه المداخلة يقول لك الزهرة هو بلغني البرد نصوت ولا نجر جر عمي جر. الأمم المتحدة بدأت كتفتح هذا الملف أبواه، دابا صوت ولا جر اللي بغى يجي هو هذاك. والسي فرحات مهني عنده الوثائق، عنده الدلائل، عنده كلش، خاصو عيد المساعدة باش يفتح هذا الملف في الأمم المتحدة. وممثل ديال الولاية الفرنسية قال لا ما خصناش نستعملوا هذا المصطلحات، يا وديش من المصطلحات الناس كيطالبوا بالاستقلال ديالهم منذ سنوات. هذه المنطقة ديال الرجال، هذيك المنطقة ديال القبائل، وسير بحث عاد لقى الحراك بدا منها، انطلق من المنطقة ديال القبائل. وهادشي علاش الكابراناش ما كيحملوش ديك المنطقه، وديما شي نقريحه كيشعل فيها العافيه. علاش؟ لانهم كيعرفوها منطقه ديال الرجال، الناس باغا الاستقلال ديالها صاحبي، ازيد من 18 مليون باغا الاستقلال ديالهم. فرنسا خلات على الكواليس في هذه المنطقه ومشات الله يغبر ليها الشقف. وكل اللي غادي يقول لك علاش باغا الاستقلال ديالهم، ياك هما كيعيشوا مع اغنى ناس واغنى دوله في افريقيا وافقر شعب. اسبق لي في واحد الفيديو قلت بان الجزائر غادا تدخل لموسوعه غينيس، لانها غادا تحطم الرقم القياسي في اكبر طابور في العالم وفي التاريخ. ويمكن ان هذه المقوله ديالي قريب انها توثق في موسوعه غينيس. ملي شفت واحد الطابور ما يمكنش، ما عرفش واش يطيح لك المورال، واش حد المشهد مؤثر صراحه. واحد الطابور راه ما يمكنش الطول ديالو والعدد ديال الناس اللي فيه. خليكم مع هذه المشاهد. قررت الجزائر منح مساهمه ماليه بقيمه 30 مليون دولار للمساعده في اعاده اعمار مدينه جنين الفلسطينيه. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن عزم بلاده تقديم مليار دولار لصالح مشروعات تنموية في إفريقيا. كما كشفت المتحدث أن الجزائر مسحت خلال 5 سنوات الأخيرة ديون 14 دولة إفريقية، حيث بلغت هذه الديون ما قيمته 3.5 مليار دولار، وأن هذا المسح للديون تم بدون شروط أو التزامات مع هذه الدول. انا نعانيوي. معليش معليش خويا، والله انا نعانيوي. عندي مرتي بالجوف يا ولي، ماتوا برا عينا يا وعيت يا. عندي مرتي تزيد الزنقة يا مستر خويا، والله عييت يا خويا. لا ميزير والجوع ان بارال شطر في الغريت مشكون طويل تقلبات في الاخير تلقاهم واقفين على العداس ولا على الحليب ولا شي حاجه عاديه جدا. وراه ماشي جوج جوج، راه كبا 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 كبا، يعني راه
الا جاوا يديروا جوج جوج راه ما يعلم الله في عين وصلوا. وقالك لا منطقه القبائل ما يستقلوش ما ياخذوش الاستقلال ديالهم. الناس باغا الاستقلال ديالها صاحبي. من اقدم الدول صاحبي منطقه القبائل من اقدم الدول في التاريخ. فالله يوفق هاد الناس، الله يوفقهم في المطالب ديالهم، وانا كمواطن مغربي كندعمهم. الحريه لجمهوريه القبائل، والله ينصر الرئيس ديالها السي فرحات مهني، ونتمنوا الامم المتحده تكون عادله في هذا الملف. راه ماشي مجموعه ديال الناس ولا 10 ديال الناس ولا 100 ديال الناس، هادو راه ازيد من 12 مليون عندهم هذا المطلب هذا. راه ماشي اقليه اللي كتكلم، راه كندويو على ازيد من 12 مليون، يعني اكثر من بعض الدول. فالله يوفقهم والله ينصرهم، والحريه لجمهوريه القبائل ان شاء الله حره مستقله على الولايه الفرنسيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش داك اللايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.